نقول لك على 16 ما كيرابيوش في المغرب بزاف. عربي شكون ترابي مع هذا الشاب؟ وحده طلعت سرزان مسكينه ندموها على حياتها ضربوها بالقراعي. أهلا يا أصدقاء، فاطر أي ساطة، تحياتي متحيف. طوندريس انا نحشم نجيب شي دري رابي قدامها. وكما كتعرفوا علي أصدقاء، والمهم واحد الوقت كنت مزعوط في قرطاس نسا، كانت قرطاسة ديال النسا شي حاجة عظيمة متعظيمة، حيت عندها شي حوايج لي بزاف لي كدير الراب ودرية وفهمتيني بزاف، مونطاليتي عظيمة. تحياتي، بغيت نقول لهاد المنبر قرطاس نسا درت هاد الفيديو باش نشوفو كي نديرو باش نتلاقاو. سلطانة ترابي مسكينة هربت الميريكان كاع هادي. ربينا ما ترابيوش، ما راباتش، علاش ما كترابيوش؟ تناقض. اليوم كيما شتو قرطاس نسا واش الراب واش صحاب بلا ما تسول على كلاشي المسلم، وكنتسناو هاد الكلاش ونشوفو دابا هادشي كي داير. وتحية متحية للجميع، علاش بالضبط كاين واحد الكلاش، اش بالضبط هادشي كامل، ترقبوا. الو سلطان درويش. طبعا انا موافق لانني انا ساشارك في المهرجان. جميل جدا، جميل. دوزي دوب النيشان عفاك، راه ناقصانيش العقاد يا ماس خصني نبدا نغني على البلاد بلاد بلاد متمرد 40 عام لا مازال ما كبرت. اصلا ضروابه ديال 2019 غادي نحيهم. المهم اول بارتي كيما كنشوفو قبل ما يبدا هاد الكلاش هذا، عطات واحد الانتروديكسيون البديه هنا كتبين ان مسلم حتى هو بحالو بحال بزاف باع الماتش. المسلم شحال هادي مسلم، يا مات القطره يا مات ماشي انا اللي اختار، يا مات التمرد. كان عنده واحد البرانسيب انه كان اونتي سيستم، وكان عنده واحد الرساله ماشي ديال المسلم ديال دومين. صدام درويش كان الهدف ديالو الاساسي واش غادي يقبلو داك المبلغ ولا لا، ومع الاسف مسلم قبل داك المبلغ. المهم هاد الفيديو هادي ماشي كنكلاشي مسلم، ولا كنكلاشي الفان ديال مسلم، غير باش نوضحوا بعض الامور شنو بغات توصل قرطاس نسا، وغادي نبين لكم تفسير علاش بالضبط كلاشاتو. من بعد الفيديو غتعرفوا علاش. تحيد عليا، حيد عليا، ويلي 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 ويلي. البلان هنايا مي تبلبلات كلاشات كيما عرفتو، نيو جينيراسيون واحد الان كتكلاشي في الناس ديال لونسيان جينيراسيون، كي واحد الحرب هنايا. قاصد جوج ميتافور على ان بنادم كي كلاشي الدريه ما عندهاش الحق تكون في الدومين ديال الراب. ومن هذا المنبر بغيت نقول لكم واحد القضيه، الدومين ديال الراب ولا اي دومين راه ماشي بالضروري يكون عنده واحد الضروري تكون بنت ولا دري. اي انسان حقه يدير يمارس واحد المهنه ولا يمارس واحد الروايه. باش نفسر لكم واحد التفسير، واللي بغيت نقول لكم هو انه واحد القديم، الحاجه اللي بغيت نقول لكم انه دابا مي تكلاشا دي زيد روس ودون بيك والكومي وزيد وزيد، تا قرطاس نسا خاصه ضروري تبين. حتى شي كيما شفنا حتى شي بنت ما كلاشات، وكنت اسف. دابا الحمد لله عندنا شي دريه، هي تحيه للعطاء العضو النسوي حتى هو حاضر بواحد الحراره كبيره. كما كنلاحظوا ان حتى هي خصها تكلاشي مسلم، وماشي كلاشاتو هكا خصها تبوزي طلع فوق الطر فوق الصلعه، لا كتكلاشي حيت كاين واحد السبب واللي ما نعرفهم. جمال شباب كتولينا ننتخبو مسموع صوت ماشي عفو كاين ماشي مسموع كنت كتسب ولا عطاتك حاضر. تقريبا وقيل في 2015 ولا ما كنتش عاقل، جا الديسك ما نتصيدش اللي كان فيه مسلم، وخدا واحد الكاشي دونك خدا فلوس على ود الراب، وكي قول بنادم انتخبو. شحال هادي كان كيدير مزيكا كيما بغا على ود البوبليك اللي بغا، كان كيخص المهم كان تخسر الهضرة، كان كلام رسالة قاصحة، كان المهم كان ميساج قوي. دابا حاليا كيغني على ضميني البلاد، وكيغني تا هو على الأوسيمة، وكيغني تا هو على ود الراديو، وفهمتيني هادشي هذا من حق اي واحد. المهم الله يسهل على الله يسهل عليه اللي بغى يوصل المعيشة ديالو، دار مزيكا ترومبلان من حقو، حتى الارتيست من حقو يتخلص فهمتيني. ولكن جبدات هاد النوطة على ود هادشي هذا، داكشي علاش بغيت نفسر لكم. انا جايين سي مسلم لك الكلمة اخويا. اش نقول لك، انا كنت كنسمعك وتبورشت فهمتي، عندك واحد الشخصية قوية يعني، لا فوا ديالك معاوناك باش كتوصي داكشي اللي كتبتيه.
صراحة عندك مسؤول ومرحبا بيك في الراب في المغرب. الستيل ديال الصوت ديال معبر جدا على اللي كتبغي توصل. دراري ماشي مسلي زاد. لا 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 نيري 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 نيري، هذه النوطه الاساسيه. وكما شفتوا زعما البورتري ديال وكما شفتوا زعما البورتري ديال الدويسك، هو انه ليزا وقيلحت موناليزا مشهوره ولكن ما مفهوماش. بنات موناليزا هذه تقريبا كتبان بزاف الدريه كيدوا عليها بزاف، دونك فوالا بورتري ديال واحد الدريه ما بين الدراري ديال دافنشي ولي رسم موناليزا. وهذا هو التحليل ديالي انا، كندوي على راسي وما عرفتش قد يكون بصح لما كانش بصح. كتبوا لي البلانيت نشوف كيرا بنت راه درت خبله بداك البورتري حد الان راه كتبها بزاف. غير بغيت نقول للناس هذه البنت وهاد البنت بغات تقول قدام المغرب كامل بلي هاد الكلمه ما دارش البنات باش تنصب عليهم. قضيه فهمتيني، مع احتراماتي لكاع لي فان ديال المسلم واحتراماتي لاي واحد كيتبعو، انا كنحلل التراك باش نكونوا متفقين. وغنقول لكم داكشي اللي وقع. شحال هادي كان قرطاس نصف بيغاب، كيما كتعرفوا البرنامج اللي كنتبع شحال هادي غتعرفوه. صافي حبست مور بيغاب، ما كان عندي ما ندير، عيطوا لي قصت الناس وعدهم كاملين. اش كان مسلم كيتكلف بالناس اللي كيديروا الراب واللي كيديروا المزيكا، وكل جوري كيتكلف بواحد الصنف. مسلم كيتكلف بقرطاس نصف، وما ذلك واحد الدري تمشات ليا سميتو حتى هو مكناسي جاو فهمتي وتعذبوا هادي في الكاستينغ وفهمتي تقبلوا الروينه الكحله وفهمتي ما عطاوهم والو، ربما ما عطاوهم التروفي ولا شي حاجه، ربما ما عرفت انا شنو تاع القرطاس نسا كاين يربح، ولكن الدومي فين حتى ربحوا هذاك الفينال، ولكن الدومي فينال يسمى ربحوا حتى شي حاجه. الناس الدومين ديال الراب ما صوروا حتى شي حاجه فهمتيني. ما هضرتش على مسلم علاش؟ حيت ما يضحك بيدي ان تي في تزيد تعيروا في بلادهم ما جاتش. مسلم خوا بيهم كاملين، وعدهم انهم غادي يعاونوهم ويوصلوهم غادي يسجلوهم في استوديو فابور. مشاو في لا ترونسبور وخلاونا في بوزناقه كانديدا. فقنا ما عارفينش راسنا فين غادي فين غاديين، وداك فين كنا مابرجين كان في الخلا، ما عارفينش راسنا شكون اللي غيردنا ولا شي حاجه. لدرجه ان كان عندي لو كونتاكت ديال الكوتش اللبنانيه، صونيت ليها قالت لي ما يمكنش هادشي اللي داروا معاكم. قلت لها سيدي فغي مي هضرات ما قطع عليه التليفون، ما كاين حتى شي حاجه. مسلم مصدق فهمتي نصب على الدريه على كاع على والو، ما كاين حتى شي حاجه، ولكن البلاد ما كتعطيش للفنانه فهمتيوني. والبلان اللي غادي نهضر عليه انه السيد راه خوا بزاف ديال الناس ماشي هي، وخلاهم في الخلا واحد السيده واحد في لاجونس هي اللي تكلفات بهم ووصلتهم حتى لدارهم. ولكن مسلم ما عقلش وتشي حشومه صاحبي، حشومه بنت تخليها ما تعرف شنو طرا لها، ما نبقاو نسمعوا حتى شي تراك. الحمد لله هي دابا بخير. المهم التراك من التحليل هذا كنتمنى تفهموني، حيت انا ما كنقصفش، انا فقط كنعطيكم تحليل شنو وقع شنو ما وقعش. اللي بغات تفهم هي كدير مزيكا، حنا كنوصلوا الرساله وفهمتي داكشي متكامل في تكامله. وتحيه لجميع الاصدقاء، هذا الميساج هذا تحيه لطنجاوه، تحيه من كاز من اي مدينه في المغرب، تحيه لاي مدينه في هذه البلاد هذه. الفن هي واحد الوسيله ديال التعبير فهمتي، كيعبر لكم السيد من خلال الفن. ما مفهومش في المجتمع، ما مفهومش في البلاصه اللي عايش فيها، كيلقى واحد الوسيله كيغني باش يوصل الرساله ديالو. وانتم ما تبقاو تقمعوا كلشي غيبقى يقمع حتى الفن ديالو ما يتقمع. هذه رساله وكنتمنى تفهموني اصدقاء، تحيه جميعا.